السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لكم راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين إبراهيمي يكشف عن الكواليس المثيرة عن انضمامه إلى المنتخب الوطني الجزائري، يعني وين الناس راهي بزاف راهم يراسلونا، هدر واش صرا في الجمعيه العامه. الجمعيه العامه كيما صرات تصرا، واللي جايه فاي تصرا، كيف كيف اودي. حنا مي كانت الاتحاديه اتحاديه كانت بالمسطاش تاعها، كنا نشوفوا السينما مكاش السينما. اتحاديه من 2017 والواحد ولات كاينه السينما كيما هكا. هادو على نقول لكم مخلفات تاع حداد وتاع تاع زتشي، هادو مخلفات برك. هذا ما كانوا مخلفات ناس يتشوف اش غادي تجي تهدر على التبهديله. سيليما داروا سيليما وصايك باش يلهوكم وصايك ناس تاكلوا، كلوا من تحت، دخلوا الماكله من تحت وخرجوها من فمكم. صايبينكم صايبين التشاشه يتبعوا فيهم بالسيف وما يتشوا كيما يبغوا. حاشاكم الناس رجال اللي يعرفوا واش صاري، حاشا الرجال اللي تعرفوا واش صار. صايبين تشاشة بس يبي تشو كيما يبغوه. تقود عليا انا يا زرواطي راجل، وين راجل رباه؟ هو اللي ناكلها، هو اللي نهار الاولى 2017 شكون مع حداد مع ذاك مورو، هو اللي ناكوها هما اللي باعوها. وهاكا هدرها قال لهم طمعونا باش كل واحد يدي بلاصة. قودوا عليا انا هنايا نتناكو كاع، خلوهم يتناكو كاع. اسمحوا لي والله لا قلت كلمه كلام هذا، والله لا بزاف، والله غير سمحوا لي والله العظيم. شوف كيفاش هذا طايين هذو، وفي وجوههم تعرفوا كي دايرين في ظهورهم. هذو كي تشوفوا وجوههم عرفوا ظهورهم. استغفر الله يا ربي لا اله الا الله. زيتنا ما تحضروش عليهم هذو، اي كيف هذو كاع مخلفات. هذو بول، هذو هو البول تاع حداد. لا شو سمحوا لنا باك غادي شويه ما ندخلش في الموضوع ديالك، باغي نقول لكم كلمه باك تعقلوا. نهار اللي جبنا، نهار اللي جابوا كوب دافريك راكم عاقلين عليها. جا حداد بغى يدي كوب دافريك للدشره تاعه، من هنا ناضوا له واحد الجماعه قال لهم كاع كنتوا تدوني لدياركم وتروحوا تلعبوها، باش تروحوا تشرو وتخلوني مع تخلونا مع نساكم. قالوا بالواحد، قالوا سكتوا خا ما نكشفكم بالواحد، قال مسكتو خا ما نكشفكم بالواحد. هذا حداد، حداد اللي كان قاضي ياسما ماشي خوه الكبير الصغير، خاطر خوه مي دخل الحبس ايا جا داخل الاتحاديه ما بغاوش يستقبلوه منا، وقالوا له لاكوب اداها وداها الازفون، والله لا اداها الازفون، خاطر قال لهم كون ما تعطونيش لاكوب دروك نكشفكم نساكم، كنتو تدخلوني عند نساكم وتلعبوها نسيتو باش تروحوا تجيبوا الخبز وتخلوني تخلوني مع نساكم. هذو كاع بايعين رواحهم، هذو ماهوش رجاله. على ذيك نكره هذو كاع بول حداد، هذو كاع البول تاع حداد. انا نقول لكم هذو كاع كانوا يعبدوا حداد، كي اعلام كي هذو الجمعيه هذو كاع داروا حداد، كاع كانوا يعبدوه كي نسى نساهم كانوا رجاله عليهم. علاه نساهم كان راسها تاع والديكم كاع كيما درتو، الله ينعل الراسه تاعكم كاع كيما درتو. مي صرتو الشعب صرتو معظم الناس تشاشه تشو عليهم، كسروا الرجال هنايا، قالت لي راجل هنايا الكاميرا هنايا، بعد تعيط له ترونجي. ونعود له شهد معسكر الاخير المنتخب الجزائري انضمام بعض الوجوه الجديده الى تشكيله المنتخب الوطني، من بينهم اللاعب الشاب الصاعد في نادي نيس الفرنسي بلال ابراهيم الذي كشف تفاصيل انضمامه الى الخط بعد ان كان لاعب مهم في فئه سنيه للديوك. وتحدث بلال ابراهيم في حوار مطول مع موقع فوت عن الفرنسي الاربعاء، حيث قال اخترت الجزائر لانها كانت بلد المفضل منذ فتره طويله جدا. صحيح لعبت في الفئات السنيه للمنتخب الفرنسي وقضيت وقت ممتع، لكن طموحي كان دائما اللعب لبلاد الاصل، بلادي الاصل. وتبع اللعاب السابق لنادي يعني الانجليزي، يعني وين اقتراب مني عزيز بوراس المساعد
يعني المدرب الذي كان قد جاء إلى نيس لمعاينة يوسف عطال وهشام بوداوي، وإن أخبرني أنهم يتابعون تطور أدائي وإني على طريق صحيح وعلي الاستمرار في اللعب مباريات مع فريقي لكي أحظى بفرصة اللعب للجزائر. وأضاف إبراهيمي: لم أبدي أي تردد في اللعب للجزائر وأهدافي مع المنتخب مثل ما هو حال مع نادي، أريد اللعب أكبر عدد من المباريات والفوز بكأس إفريقيا والتأهل لكأس العالم مقبلة، أريد الحصول على العدد أكبر من الدعوات للمنتخب وسأعمل بجد لأجل هذا. وعن أيامه الأولى مع المنتخب الجزائري، وإن قال إبراهيمي: كل شيء صار على ما يرام، سواء التعلق بأمر الجهاز الفني أو اللاعبين، خاصة قدامى منهم مثل إسلام سليمان الذي رحب بي كثيرا، كنت سعيد في المركز سيدي موسى، كم شعرت ب يعني والفخر كبير في أول مباراة لعبناها بالجزائر. وأشار والدي فخورين كثيرا بهذه الخطوة، خاصة والدتي التي دعمتني كثيرا. أما عن حالة المجموعة بعد خيبة إخفاق في التأهل لكأس العالم، فقد شعرت أن هناك تحسن كبير، وقد أثبتنا أننا مستعدون لبدء من جديد والعودة الأقوى، والدليل حققنا 3 انتصارات في 3 مباريات. وعن إمكانية ضم لاعبين جدد للمنتخب، نعم بالطبع، لقد تحدث المدرب عن الموضوع وأكد أنه يريد ضخ دماء جديدة الأماكن باهظة الثمن في المنتخب، والجميع سيكون مطالب بمضاعفة الجهود للحصول على فرصة اللعب للمنتخب. يعني قاعد نورمال، كل شيء يجي في وقتها، زيروا روحكم برك لعبوا جيبوا لنا لا كوب برك، هذا مكان انا دروك المنتخب، يعني ضخ دماء جديده اللي كنا نحضروا عليها من قبل، الحمد لله يا ربي رانا نشوفوا فيها كاين لاعبين اللي راهم يسجدوا لهم في الجنسيه الرياضيه تاعهم، سجدوا لهم الجنسيه الرياضيه تاعهم، خاط كاين اللي غادي يسجدوا لهم، كاين اللي غادي ما يجيش ديسمبر ويجي مارس، هي مارس تكمل، غادي في مارس تكمل، يعني تكمل 100%، هذه هي. مال سلام خويا، كيراك بخير؟ صحيت راك تشوف شاهدنا دروك اللي شاهدنا ديالنا نهضروا على ابراهيمي، والله العظيم واه درت عليهم في الاولى، واه صح صح، شوف دروك انت يا دروك هادو شاد دي منهم، هادو كبار ومهابيل، دروك واش غادي دي منهم، راه متواكلين على جال عظمه، كاين اروح نقول لك اروح محمد محمدي كيما هكا، محمد محمدي خويا باين نقول لك، صح يوسف كيراك، فؤاد يوسف كادي، صح سالم كيراك خويا، الناس عنابه، صح ياسر، صح بنرد على خويا نقول لك امين، سعيد خويا كيراك بخير، وين شوف باش يكون على بالكم، هادو الناس هادو عندهم معجون، يعني ما يخليكش تخرب له في المعجون تاعو، هادو والفو المعجون، والفو ما يخرجلكش انت، يروح لك باطل المغرب، يروح لك يروح هو متزوج في المغرب، يروح لك راخر فانيك راخر كاع كيف كاع، مدي بزينة على عظمة. هبرة تاع الحم محطوطة هما اللي عارفينها وين راهي، انت تبع، انت غادي تبع وصاييك، انت ديرو خطرة يديرو زرواطي راجل، انا زرواطي كرهتو، نهدر عليه، نهدر واش يتكلم بالصح، انا من نقول زرواطي والسبب يعني تاع المنتخب الوطني تاع هذو المشاكل، هو مورو حسن حمار، هذو هما اسباب، هما اللي مباطحوا امام الدعلي، يعني مباطحوا ومشاو مشروع باش يجيبوا زاتشي، هذو هما شو صار يضربوك، وكان باش يبان في الكاميرا يعاين في فلان ويعاين في فلان، يعرفوا بعضهم بعض بلي كشكامة، يعرفوا كاع بعضهم بعض بلي شكامة، ذاك يعاير ذاك يعاير ذاك يعاير ذاك يعاير كاع شكامة، مكاش راجل، أنا كاع نكرههم ما نكذبش عليكم، والله العظيم واحد فيهم. كاع شكيما كاع ميسوق كاع شكيما تحت الباط، الحيلة وشكيما كاع تحت الباط، مكاش واحد ما يهبكم شي، أنا نقولكم هادو كاع يمشو
تيليكوموند، هادو كاع تيليكوموند، هادو كاع يبينوا في رواحهم في عسيادهم يرضاو عليهم. هادي بغيتو يقولوا شت كي درت له، وراخو يقولوا شت كي درت له، وهي ماشيه.